قد لا يقاس ما قدمته دول شقيقة وصديقة من دعم للثورة الجزائرية بما قدمته تونس الجارة الشقيقة. فتحت تونس أبوابها للجزائر واسعة لاستقبال الثوار والقادة والزعماء والكتاب والمفكرين والإعلاميين. استقبلت تونس جزائريين كثيرين من العامة فروا إليها منذ القرن التاسع عشر بسبب السياسة الاستعمارية التي ازدادت سوءاً بعد قرار شوطان عام 1938، وهو القرار المشؤوم الذي حارب اللغة العربية ومنع استعمالها وتعلمها واعتبرها لغة أجنبية. استقبلت تونس الكثير من نشاطات ثورة التحرير، ففي تونس كانت الحكومة المؤقتة، وفيها اجتمع أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى. أيضاً كان مكتب الدعاية والإعلام للثورة، وكانت وزارة الأخبار ووكالة الأنباء. في تونس صدح صوت المجاهد الراحل عيسى مسعودي في البرنامج الإذاعي المشهور صوت الجزائر. كان البرنامج لسان حال الثورة من قلب الإذاعة التونسية، وكان عيسى مسعودي صوتها المدوي الذي أوصل الثورة إلى أبعد الحدود. والشعب الجزائري المجيد، يا أبطالنا من جنود وفدائيين ومسبلين في كل مكان، في الجبال والوديان، في السهول والفيافي، في المدن والقرى، ويا من تنقنون العدو. جزائريون كثيرون جاهدوا بالقلم والكلمة في الصحف الوطنية التونسية المهمة، منها الرائد، النهضة، التقدم، والصباح. كانت جريدة الصباح مثلا تنعت بجريدة الجزائريين لما كانت تنشره من مقالات صحفية تفضح سياسات فرنسا بالجزائر وتدعو الشعب إلى الثورة. مقالة كان يوقعها بعض رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأسماء مهمة في الشعر والأدب والإعلام. أرادت فرنسا أن تخنق الثورة الجزائرية وتقطع حبال الدعم والتضامن التونسي الجزائري، فراحت تقيم على طول الحدود الشرقية والغربية أسلاكا كهربائية شائكة عرفت بخطي شال وموريس عام 1957، وهذا لمنع مرور الذخيرة والسلاح والجنود المدربين في القواعد الخلفية للثورة بالأخص في تونس. وهل يمكن نسيان أحداث ساقية سيدي يوسف؟ لقد استخدم الاستعمار الفرنسي أزيد من 25 طائرة حربية فأباد سكان القرية في مجزرة رهيبة كرد فعل على الدعم التونسي للثورة الجزائرية. احتضنت تونس الطلبة الجزائريين أيضا، ولهذا السبب دعا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إلى لم شمل الطلبة الجزائريين في جمعية واحدة، فتأسست بعد عامين جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. ومع الزيارة التي قام بها وفد من الاتحاد العالمي للطلبة إلى تونس، استغل الطلبة الجزائريين الفرصة لطرح القضية الجزائرية من جديد أمام الهيئات الطلابية في الثامن من رمضان عام 1962، وفي الذكرى السادس عشر لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس التحق الطلبة بجبهة التحرير الوطني. أعد الوفد الطلابي العالمي تقريرا مفصلا من عدة صفحات حول القضية الجزائرية لعرضه أمام المؤتمر العالمي للطلبة الذي كان سينعقد في كندا يوم 25 جويلية عام 1962، وهو المؤتمر الذي عقد بالفعل والجزائر تنعم بالاستقلال والحرية بعد ليل استعماري قاسي.